سؤالك التاني، ان والدك كان حصل خلاف معاه، وبعد الخلاف ده انتوا وقطيعة شوية ورجعتوا بعد كده، يعني تواصلتوا وتصالحتوا، وبتقولي كنت تحت رجليه في المستشفى، وبيبعت لك يعني رسائل كلها مودة ولطف وحب، فحد من الأقارب قال لك ان هو مات بسببك. يعني أولا البر موصول في الحياة وبعد الموت، بل البر كمان بيكون من الأمور الآكدة بعد الموت، من الدعاء وقراءة القرآن والعمل الصالحات ووهب مثل ثوابها إلى أبيك. فالبر متصل ومستمر، واللي حضرتك تفضلتي بيه قلتي من الكلام والدك ليكي، من إنه هو بيحبك وإنه هو راضي عنك، كلام مطمئن، فلا تلتفتي لأي كلام آخر، وادعي له دايماً ووصليه دايما بالصالحات من الأعمال، لأنه بيعرف أنك أنت كمان قمت بيها وعملتيها عشانه ووهبتي له مثل ثوابها. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول. سؤالك الثالث عن اللقطة. أنا لقيت فلوس في الشارع، أنت خدتيها وصرفتيها، وبعد كده سمعتينا أنه ما ينفعش اللقطة أن الواحد ياخدها، فإيه التصرف؟ بداية هأكد انه برضو لا يجب التقاط اللقطة. يعني ايه اللقطة؟ الشيء اللي لقيته، لما شفت حاجة واقعة في الارض لو خدتها بقت في امانتي انا مش بتاعتي انا، اما لقي لقطة مديت ايدي وخدتها دي بتاعتي مش بتاعتي، انما في امانتي وهبقى مسؤول عنها. طيب لو انا خدتها زي ما حضرتك تصرفتي، المفترض ان انا اعمل ايه؟ مكتب الامانات، اقسام الشرطة، بديها، القي بالمسؤولية بتاعتها على من هيسأل عنها زيه زيك برضو. وما قمت به من الإخراج بعد كده على نية صاحب المال أمر حسن، وزادك الله حرصا على فعل الخير، إنك أنت اتصرفتي ما كنتيش عارفة، ولما عرفتي تصدقتي بهذا المال على نية صاحب المال. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ودايما من ضمن أوردنا الاستغفار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا عمد اللي احنا بنعمله، الشيء الغلط اللي بنعمله عن طريق العمد أو عن طريق الجهل، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول.